نشرت وسائل الإعلام العالمية نص رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بعث بها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في 9 من الشهر الجاري، والذي بدأ فيه العدوان التركي على سوريا، في لهجة رآها الكثيرون أنها تبعد عن المجاملات الدبلوماسية. حذر ترامب أردوغان من نهجه تجاه سوريا قائلا: لا تكن أحمقا، ومنبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كشيطان. ختم ترامب رسالته بالقول: لا تكن رجلا متصلبا.